صبحي بيضحك هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. بضحك ما عم بعرف ليش وشو ما شفت بضحكني، حاسس حالي كتير فريش او كابتن صبحي بزكزكني هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. شو هالقصة ما لا حل، عم اضحك حتى ابكي، التوازن عندي اختل وما خلصت بعد الضحكي هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. بتعرفي هلا صار جو دكي وبلد اكثر، يعني هيدا المطلوب بالسياحة. اكيد الشعر اسمه بسار، كلام سعيد حديثي والحان ياسر يحيى، باسم يحيى عفوا ان شاء الله، بس بعد ما وزع هلا بدنا نعرف انه بده يوزع. بالتوقيت بتحبي البحر؟ كثير البحر صديق، صديق المفزع. غدار بيقولوا عنه، هلا بيقولوا عنه غدار، هو صراحة يعني بخوف. أنا مع إنه انتبه ما بعرف أسبح، يعني ماني بتحبي تشوفيه من بعيد بس؟ إيه بس ما عندي مشكلة إنه فوت بقلب البحر معه، بدوت ما بخاف، مع إنه ما بعرف السباحة، بس نفسياً وقت أشوف الموج وهيك أنا برتاح. صديقي جداً، صديقي المفضل. بيقولوا بيشبه قلب الإمرأة للمحيط عندما في أسرار. صح، هكتر كمان ما الإمرأة بتكون ديف. كل عواطف اكيد ما تعلى رح نروح على يخت عيلت النجوم. نعم ونكفي رحلتنا هون شوي. اكيد شرف لي. اكيد هلا الفريق بانتظارنا. هلا من الرحله البريه للرحله البريه. هلا معنا القبطان حسن رح ياخذنا جوله. نعم. واثناء جولتنا رح نعمل المقابله. اوكي. ان شاء الله تكون رحله حلوه. ان شاء الله. بس باين في القبطان. لا ولا مبين رايق. ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا. مرحبا. كيفكم؟ عفوا انت مين؟ انا الكابتن صبحي. الكابتن حسن وين؟ حسن
كابتن حسن، الكابتن حسن صار معه جوار البحر التقليدي راجع، صار معه اقياء، فجابوا له هلا ادويه وكذا. الدكتور عم يشوفه برا وانا جيت بديله. اهلا وسهلا، شايفك؟ ايه رنا سليمان، اهلا، كيفك؟ الحمد لله، كيف الصحة؟ انا الكابتن صبحي، تشرفنا، قاهرة بالحق، تشرفنا، اهلا وسهلا. طيب اهلا وسهلا. هو خبرني الكابتن حسن عن الرحلة انه انتم بتطلعوا لقدام وكذا، ما هيك؟ ايه ان شاء الله لا يفتح. عفوا؟ عفوا كابتن، ما عرفنا بحضرتك. انا الكابتن صبحي. انا رح اخبركم اليوم شوي عن الرحلة. الرحلة الطقس اليوم معتدل، درجات الحرارة شوي عالية، تتراوح بين 34 درجة ل 27 درجة مئوية. من 34 ل 27. يعني هي ترجع على التراجع، يعني عكاس. لك انا مش مرتاح صراحة. رح نبحر نحن بعمق او بمسافة 63 ميل بحري. طيب اوكي، ممكن كيف تسمع؟ تفضل تفضل. ولا يهمك، بعدك ريلاكس؟ ايه بس توترت شوي، حسيت في شيء مش انه حتى بشعر ما بعرف، حسيت في شيء مش كثير. غلط، بتعرفي دول بصيروا من الشوط بعض الاحيان. ايه روني، خصوصا البحر بيعطي راحه وبغض نظر كثير كثير، بالفعل كثير بيريح البحر، سر سبحان الله. بعد هيك من الطريق ولك صارت الشحنوله تبعك بنص الطريق، فكر حالك بتحاسبني. العمى شو اجدب صحيح؟ كابتن كابتن عفوا، بس نحن عم نصور مقابلة اذا سمحت. عفوا، بس صارت المركب تبعه بنص الطريق، يعني ما بيستحوا فاكرين حالهم مثل السيارات. طيب بس تركت ال اذا سمحت كابتن. اوكي لك صراحة أنا ما ارتحت له أبداً، فضل إذا نعمل برمة صغيرة ونرجع، مش خوفة بس ما ارتحت. سوري عفواً. لا خلص، خلينا نجيب المقابلة هون، بدك بناخذ فاصل هون بعدين نرجع ل هو ممنوعتك لأنه ما ريحنا، يعني صراحة مع احترامي لإله بس من أول ما شفته ما ارتحت. في شيء هون بدي أقوله، إيروني كنا عم نحكي عن وقتين يعطي راحة للواحد. عندك شي مغامرة؟ كابتن حسن وين الفرام؟ وين وين؟ أنا شغلت المفتاح، هي أخذته ولا مو بس أخذته وراك ونورك. دخيلك يا عمي كابتن صبحي. يا عمي دخيلك إذا ما بتعرف تسوق أنت، ردنا شو بدك تقتلنا؟ يا كابتن إذا بتريد، يا كابتن إذا بتريد سمحت حكيني كابتن صبحي. يا استاذ صبحي ما تخافوا ما تخافوا يا حبيب قلبي، كيف ما نخاف؟ عم بتفوت فينا بالبحر ما بتعرف يا استاذ صبحي اذا بتطلع فينا. تفضلي تفضلي. لو سمحت بدنا ردنا على الشط، الله يرضى عليك. لوين ياخذك؟ ردنا على الشط. مين شو؟ اخذك على الشط؟ لو سمحت. انا كابتن، انا قد الدنيا على فكره، بس حسن اليوم تعب. يا حبيبي ما تعب الا حظي. ردني اذا بتريد. عم تحكي معه، عم تقول له فرام ومضيع فرام. يا خيي اذا انا بس فرام السياره. يا عمي انا ما بدي اموت. يا رب يا عذرة دخيلك. يا استاذ صبحي يا حبيب قلبي. خلص خلص ماشي. لف ورجعنا. رجعنا الله يرضى عليك يا عمي. الو. الو. لو اذا طيب الديركسيون. يا الله. الو. حبيبي. ما عليه اذا بتريد عم بوقف المقابله. يا استاذ انا ما في شيء، بس دقيقه سمحتي دقيقه. يا شباب انا واقع بالشتاء، انا صرت بنص البحر وما بعرف سوق. شو ما بتعرف تسوق؟ شو صرت بنص البحر وما بعرف سوق؟ يا صبحي يا خيي يا حبيبي يا الله. اذا بتريدي بس اذا معك موبايل انا بحكي. شو عم تحكي انت؟ من دق للطوارئ، من دق للشيء. ايه متصل بحبيبي، عم بيعطيني نتيجه خدمه. يا كابتن صبحي. يا عذرة دخيل اجريك. يا استاذ صبحي يا حبيب قلبي انت. يا الله في دخلة، يا الله يا صبحي يا خيي يا حبيب قلبي. شو خير؟ يا عمي اذا بتريد يا خيي، نحن شو عم تمزح معنا نحن؟ شو عم يحترق؟ شو عم يحترق؟ تعال يا الله دخيلكم، انا بدي فين دخيلي.
لا لا دخيلك شو هذا؟ أول شيء قاعدين بنص البحر، ثاني شيء بيت شخص ما بنعرفه، ما بيعرف يسوق، ما بيعرف الفرنش. شو عامله لهلا أنا؟ تعال بليني فيك، أنا من أول ما شفتك ما ارتحت. مرتحت مرتحت، حبيتك؟ حبة تطلع بلسانك، رح تقتلنا رح تخنقنا يا الله. يا لطيف يا لطيف، مش ورجعنا حتى البلوحة طلعت المي من تحت. شو بدي اعمل دخيلك؟ انا ما بعرف اتسبح. طب اغيثي، دق لي اغيثي يا خيي، يا صبحي دق يا خيي. لمين دق؟ يا خيي انا شو عامله لالله؟ طب ليني فيك؟ الله دخيل اشري. لف ورجعنا اذا سمحت. ليش تعطل؟ شو صار له هيدا؟ دخيلك انا رح يجلطني. لا مو هيك، انا رح اخبركم خبرين. واحد سيء كثير راح يكون في الجزء. اسوأ منك لإلك انت بعد. في اسوأ من هيك؟ اسوأ من هالنهار الاسود ما رح انساه بحياتي. انا اسود نهار بحياتي هيدا. الخبر السيء ليك رح نوقع بالبحر. شو بعد في خيي؟ الخبر السيء في موت، رح نموت. شو لا لا ما في موت. شو تموت مع صبحي؟ شو في؟ هلا المحرك عطل، المحرك عطل، بس نحن كان بيننا وبين موت 17 ثانية، بس وقفت محرك. هلا على سنتين انا رح اشلح. لا شلح. لا يا عمي شلح. وحده هون عيدي وحده ثانيه برجع فيكم. انا ما عم صدق خيي شو عم تعمل فيي. ضارب لي انا في شيء مش طبيعي. انت بشكلك بدك تشلح قدامنا. شو بدك تشلح؟ خلينا قعدنا نحكي. تشلح وتسبح، ما تكون تسبح. قعدنا نحكي كلمتين نحن وياك ونشوف. نقل الاستغاثه بيجوا بياخذونا من نص البحر. ما بقى تمشي رح نولع. انا ما حكيت مع حدا بالغاثه. ما حكيت. انت طالع من العصفوريه؟ انت انا طالع من، انت طالع من العصفوريه رح تجلطني. طيب انا رح احاول شغل اليخت. شغل اليخت. اي يخت بدك تشغله؟ اي يخت؟ هاد. انت بتعرف تسوق يخت انت؟ لا انا ما بعرف سوق. ولك انت سياره اطفال ما بتعرف تسوق. انا دخلت. لف ورجعنا لك. شو دخلت؟ والله انا ما بعرف. دخلت قال. ما بعرف شو بدي اتصرف. شو دخلت؟ لك شو دخلت؟ دق للاستغاثة، دق لحدا. لف ورجعنا. معك رقم؟ معي رقم. انا معي رقم. هلا انت من كل عقلك طالع فينا وعامل حالك انه انت قبطان وعم بتسوق فينا بنص البحر. انا قبطان. انت بس انت بس دخلت. انا كمان دخلت. ما بعرف شو صار لي. انا الوقت اللي شفتك عدوا شوي بس نقعد نفكر. انا سيدي انا بدي شو تقعد تفكر؟ قوم خلصنا قوم. شباب اذا بتريدوا ما بقى تصوروا ما بقى تصوروا. دقوا لحدا. صوروا شباب وقفوا. يعني عم تصوروا وقفوا. اذا سمحتوا شباب ما بقى تصوروا. مهزله لانه شو عم بيصير؟ لا ما في، بس الكلمة شو عم بيصير؟ لا في قرش دخل بالليل. أنا قرش. ولك يا خيي ولك يا خيي يرضى عليك وحياة أهلك. دق لحدا يا شباب إذا بتريدوا. دقوا لحدا يا عمي رح نموت. أنا عن جد أنا ما بخاف من البحر بس في شيء مش طبيعي اليوم. تعطيني رقمك مشان نتواصل على هلا. صبحي الله يرضى عليك يا خيي. ورجعنا. لا يا عمي رجعنا. يلعن زين هالمقابله. ما عاد بدي اعمل مقابله انا. شباب بليز كات. ما بقى حدا يصور. شباب انا خطرت الكابتن. عفوا الكابتن خلود. الكابتن يلي بتطلعوا معه شو اسمه؟ اسمه حسن. هلا حسن معك ما معك رقمه؟ ما 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 في خدمه. ما عم بيعطيني انه ما في ارسال. لا توجع. شو رايكم شو رح نساوي؟ هلا شو بدنا نسوي؟ انا بلشت دوخ. معك مليون سوري. معي مايو؟ خلي ما بعرف اتسبح انا. هلا اذا واحد بده يموت عم تساله اذا معه مايو ولا لا؟ انت من وين الله بعت لي اياك انا؟ انا شو عامله؟ انا من هون عمينا الباترون كنت ماشي. شفت الزلمه عم يطلع قلت له انا بطلع بدالك. انا بفكر بدالي. بتحبني انت ولك حبك برص. بدال مين؟ بدال مين؟ حسن. وين حسن؟ حسن شو بو هيدا عم بتموت هلا؟ قوم يا صبحي. ايوه مين؟ يا خيي خلصنا. دور شو بيعملوا هون؟ كيف بيدوروا؟ يا الله دخيلك على هالمقابلة السوداء هيدي. شو عاملة أنا؟ شو عاملة؟ أنا رح أحاول أفتله. إذا سمحت تفت له رجعنا. ولك ضربة من عنده تفت لك فتل أنت تخلص منك. رجعنا الله يخليك كابتن صبحي. صبحي الله يخليك. عبيق والموج يا خيي. دور لوين بدك تدور؟ لوين بدك تدور؟ رح يطلع عليك حليب النور انت. لك طولي بالك في شيء عم تعيط. لك شو طولي بالك؟ رح تجنني. برجع سباحه انا على الشط. جرب دور جرب. ما بعرف شو بتعمل انت. اذا سمحت كيف بتسحب رجعنا؟ شو عم بصير؟ انا عم بدوخ. عم بدوخ. لك عم بدوخ انت؟ عم بدوخ. طولي بالك. هيدا امتى؟
ولكي عليكم حبيب قلبي. ما تعطى معي بس ما تعطى معي كله مثلنا كيفي. من اسبوع ما شفتيني بالحفلة تبعك كنت عم تحضرها وسلمت. انت ما عرفتي انه كان عندنا برنامج معي؟ الله يسامحك جيبوا لي مايا قبل ما تسالني ما عرفتيني قبل تسالني على الحفلة. بعد اشري للكاميرا بعد بدي اطرقك قتلي قدام الكاميرا مرة ثانية. جيبوا لها مي جيبوا لها مي. عندنا كاميرا هون وكاميرا هون. وانت كمان فايته معه بالدرب عم بقول انا ليش خلود يا عمي هالقد رايقه انا عم صرخ ها الحمد لله هلا دار بحيدوني عندي حفله بدي غني ما تخزني فشخ خلقي فيك ايه صرخت كثير انا اقول يا عمي هالشباب ما عم يحكوا ما حدا منهم عم بيقول شيء واقفين ايه واقفين ما حدا تلفن ما حدا قال شيء بس لا بعقد I love you. I love you. حبيبتي درب مبكر عن جد ما رأيت علي ريلي عن جد خليني ليك عم تجرحني عم حبك طب ليش قلبي ما ريحني من حبك وليش انت وعم تجرحني عم حبك طب ليش قلبي ما ريحني من حبك وسنين ما رقوا ما شفتك ما حكيتك وسنين ما رقوا ما سمعتك ما نسيتك لكي فهيك بسرعة بينساني قلبك وليش Thank you so much شكرا لكم رضوان شابو لأنه قطعت علي Thank you خلود Thank you so much شكرا باي حبيبتي Thank you مرسي كتير على الفلاورز باي جايز I love you باي 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 يعطيكم العافية كابتن صبحي بيضحك هيك وهيك وهيك على يخت النجوم بضحك ما عم بعرف ليش وشو ما شفت بضحكني حاسس حالي كتير فريش او كابتن صبحي بزكزكني هيك وهيك وهيك على يخت النجوم القصة ما لها حل عم اضحك حتى ابكي التوازن عندي اختل وما خلصت بعد بحكي هيك وهيك وهيك على يخت النجوم